بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وتشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث يبين لنا أن في آخر الزمان يرفع العلم، ورفع العلم هو بموت العلماء، والناس قد تبتعد عن العلم حتى لا يصبح هناك علماء. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فيثبت الجهل، يعني الناس تصبح في جهل من علم، والعلم الذي قصد به النبي صلى الله عليه وسلم هو العلم بالكتاب والسنة، فهذا هو العلم الذي ينجي الناس. فإذا ذهب العلم وثبت الجهل فإن هذه القلوب تبتعد عن الله سبحانه وتعالى، فينتشر أو تنتشر المعاصي. فقال عليه الصلاة والسلام: فيشرب الخمر ويظهر الزنا. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا انتشرت الذنوب كشرب الخمر وانتشار ظهور الزنا وغيرها من الذنوب والمعاصي، ما ذلك إلا لسبب أن الناس قد ابتعدوا عن العلم، وإذا ابتعدوا عن العلم فقد ابتعدوا عن دين الله سبحانه وتعالى. فلذلك نرى اليوم كثير من الناس يتكلم في دين الله عز وجل بما لا يعرف، فيفتي ويتكلم في دين الله والناس يستمعون إليه. يعني كثير من الناس اليوم يقول: والله اليوم عندنا كلام أو محاضرات أو كذا أو أمور عن الدين فيما يتعلق بالنساء، ومين النساء اللي عم يعطوا؟ من أجهل الناس، لا يعرفون شيئا عن دين الله عز وجل، لا يعرفون ما معنى الحجاب، لا يعرفون ما معنى الحلال، لا يعرفون ما معنى الحرام. وهكذا ينتشر الجهل بين الناس، والناس حينما لا تعلم شيئا عن دين الله سبحانه وتعالى فكل ما قيل لهم عن دين الله يصدقونه. فلذلك على الإنسان أن يتقرب إلى الله، إلى العلم، أن يتعلم دين الله سبحانه وتعالى، لأنه إذا ابتعد عن دين الله وعن العلم بدين الله عز وجل تذهب الخشية من القلب. فإذا ذهبت الخشية من القلب فإن الإنسان يرتكب الذنوب والمعاصي وهو لا يعلم. فلذلك علينا أن نتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالعلم النافع، بالعلم بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تصبح هذه القلوب قريبة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.